السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا معانا حفلة سمبوسك، فبما ان الاجازة ودي جا قاعدة معايا فقاعدين بقى نفتكس في حوار السمبوسك، فهتشوفوا النهاردة فقرات وطرق جديدة وبتاع. صلوا على النبي بس ودوسوا على اللايك وعملوا شير كده كتير. يلا اتكلموا ايه؟ انت هتعملي ايه؟ عاملين ايه رب يكونوا خير؟ بصوا بقى، لا علي صوتك قولي لهم يلا. رب عاملين ايه رب يكونوا خير؟ بصوا بقى عاملين ايه رب السمبوسك. بصوا يا جماعه احنا عندنا 3 انواع سمبوسك اكتشفتهم في السوق. شايفون السمبوسك دي؟ ثواني شايف بعد اذنك. شايفين السمبوسك دي مزيته؟ في سمبوسك بتلاقوها ناشفه بتبقى مفروض على دقيق، والمزيته دي هي اصلا مستورده. بس اللي انا اكتشفته اللي هي فيها حاجه حلوه، اللي دي ما بتشربش زيت غير التانية اللي هي بتبقى مفروض على دقيق، دي بتشرب زيت. اما دي انا فعلا دي تاني مره اجرب بيها وطلعت جميله جدا يعني. لو عايزين اسم الشركه قول لي في الكومنتات. يلا بقى نقوله بقى تقفلت السمبوسك. يلا شيف ديجا، بصي احنا هنجيب حته الجبنه كده ونسمي الله. بص دي حته الجبنه، انا معايا كذا طريقه للتقفيله بتاعت السمبوسك كشغل بقى مش كفي البيت. هو طباخ. هي بتقول لكم هو طباخ. ماشي حاضر، احنا معانا دي الطريقه العاديه، مش عارف كده هتبقى واضحه ولا لا. حرام اليوم في التقفيله دي. التقفيله دي انا جايب جبنه مثلثات اهو، جبنه بقر اسمها اللي هي مرسوم عليها البقنه وبقفلها كده. بصوا هنا التكه بقى، ما ينفعش افرد جبنه لحد الاخر عشان ما تضربش مني في النار وتبهدل الزيت وتتعبنا. فانا اجي في النص كده واقفل السمبوسك بتاعي العادي. بصوا نفس الطريقه كده. فانا عشان بعلم ديجا، ماما قاعده الناحيه التانيه وبنعلمه ديجا معانا صح كده. اتعلمت تعملي سمبوسك؟ لا ده كده رقاق. خليه رقاق بقى. رقاق بقى؟ كليه. لا مش كل. انت صايمه ولا فتره؟ فاطمه. يا ايفا سيبيها بقى. لا طب بص انا كده انا قفلت، ممكن اقفل بالعجينه بتاعت الدقيق وممكن لا. بصوا الفكره هنا اللي الجبنه بقت مليانه تحت، انا ساعتها بعد ما الحم اقدر الحم افرد الجبنه بتاعتي. افرد اهو، اجيب السمك بس اهم حاجه ما اجيش عند الحروف دي واعبيها جبنه عشان اعمل حساب الزيت. انا كده خلاص خلصت الحركه دي اهو، اروح عامل بقى ايه؟ عملت بقى واحد. هي عملت واحد، وريها لهم. انتي منقوصه اسكتي. واحده. قول لهم كل سنه وانتم طيبين. دي سمبوسك الجبنه. بتاعت رمضان. بتاعت ايه؟ رمضان. بتاعت رمضان اسمها. استنى كده اقول لهم الفانوس. ما تعرفيش تفتحيها؟ ماشي. استنى امي قاعده بتعمل السمبوسه فانا قاعد معاها اجهزها بقى وبتاع. ف انتوا تعرفوا كام حشوه للسمبوسك؟ عشان انا بقول لامي على كام حشوه فامي هبدتني بعلبه من شويه. بقول لها يا امي بص سواء انا بتكلم ايه ده الفانوس بتاعك؟ وريه لهم. ايه رايكم في الفانوس بتاع ديجا؟ مين اللي جايب الفانوس ده؟ ماشي مش انا يعني. حلو الفانوس ده؟ حلو حلو خلاص. طب عشان بنسال عشان بنعمله انا بعمل سمبوسك فراخ ولحمه سي فود، وبعمله فيجيتيريان خضار، وبعمله جبنه، وبعمله مكسرات سنيبر، وبعمله حاجات امي مش مقتنعه بالموضوع ده. تعرف لما اللي ده بيتحشى سمك وفي مكسرات سنيبر بقى ماشي. خلينا احنا اما في الجبنه و جبنه خلينا احنا في الجبنه واللحمه المفرومه. يا ستي تعالى مع الكاكه الطباخين دول، ما تسوليش بالك انت طباخ. بس ما تقوليش كده، لا سيب تيتا اللي تقوله ويمشي، ما تزعليش تيتا. عايزين نفطر في البيت. بصوا دي الطريقه الثانيه بقى، بس دي بقى ايه بتاعت الشغل يعني، اللي انا ايه عايز اعمل سمبوسك بقى محمل بقى ايه. بصوا شايفينه هنا بقى، انا ممكن احشي عيال صغيره مش اي حشو، جبنه خضار فيجيتيريان اي حاجه، انا ممكن احشي عيال صغيره في الموضوع هنا. اعمل شبه القرطاس. القفله اهم حاجه تكون القفله من جوه مظبوطه. طول ما انا قافل من جوه مظبوطه والبوز اللي تحت ده مش مفتوح، انا احشي اللي انا عايزه، اعمل حاجات كتيره قوي.
فلو عايزين مواضيع من دي في رمضان قولوا لي في الكومنتات كده، وصلوا على النبي واعملوا شير كده وظبطوا، عشان انا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات، نفسي مسدوده. فقولوا وديجا عايزين ديجا تطلع معايا فيديوهات تطبخ، تطلعي تطبخي تعرفي تعرفي ولا لا؟ في النادي؟ لا مش في النادي، انا بقول هنا في البيت انا اعمله مطبخ ونطلع انا وانت. خلاص انتظرونا في اللي جاي وان شاء الله خير، نستنى نقفل اخر واحده دي. ام انا عملت واحده عايزه 4 جبنه مثلثات لوحديها تعمل الشاي كان عامل بقى ما شاء الله عليه عليكي. خلوها واحده دي اعملها انا ازاي؟ بصوا انا حطيت بقى ايه كده ماشي، وراح مقفل كده اهو. ولا يا ولا يا ولا واجي الحته الزياده دي بالغيره بتاع الدقيق اللي هو اللزق بتاع الدقيق اهو، وراح مقفل. طلعت حاجه بنت ناس، بصوا محكمه دي بتاعت المطعم. عايز افرد الجبنه زي ما قلت لكم، هفرد اهو من جوه. وعشان ما تشربش زيت لو اشتغلتوا اي سمبوسك، خلوا الزيت يغلي وهدوه خالص، وبعد ما تلاقوه سخن كده بسيط انزلوا كده وسموا الله بالراحه. وفي طريقه للسمبوسك تانية هعملها لكم بكفر الفيجي البانيه والكريسبي، دي طريقه جديده لو عايزينها انا هنزلها. اللي عايز يتفرج عليها يستنى، دوس على علامه الزائد او اللايك واعمل شير وكومنتات حلوه. انا جيت هي جت، وهنعمله بقى ان شاء الله السمبوسك الجاي بالفيجيتار وبالدقيق الذره وبالدقيق، نفس الكفر بتاع الكريسبي، هيبقى كريسبي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وانا طلعت معاكم فيديو على السريع كده انا وديشا عشان اقول لكم على كام تكه في اسرار السمبوسك، ويا رب تكونوا استفدتوا واللي جاي احلى. يلا سلم عليهم، باي. كل سنه وانتم طيبين. لا كل سنه وانتم طيبين، لازم كل سنه وانتم طيبين دي. يلا لهم باي باي، السلام عليكم. لا خليهم يعملوا معانا. يعملوا معانا ايه؟ لا خليهم يشوفونا. يشوفونا، ما احنا خلصنا السمبوسك اهو. ناقص اثنين. ايه ناقص اثنين؟ معلش عشان خديجه دي العيش اصلا بنت اختي وبنتي. ايه دي انت بتعملي ايه؟ انت كده بتاكلي حمام ما بتعمليش سمبوسك، الناس بتتفرج علينا. هو انت لما تبقي شيف كبيرة هتطلعي في التلفزيون تعملي كده؟ طب اشرحي لهم انت بتعملي ايه. يلا سمبوسه. سمبوسه تعملي ايه اللي في ايدك دي؟ جبنه. جبنه. انت مش صايمه ولا نسيتي؟ مش صايمه. مش صايمه، لا هي هتتعلم تصوم. طب اشرحي لهم بقى قولي لهم انت بتعملي ايه؟ بعمل سمبوسه. سمبوسك، وايه الجبنه اللي في ايدك دي؟ جبنه مثلثات. جبنه مثلثات؟ هي جبنه اسمها ايه تاني الاسم التاني؟ جبنة. جبنة ايه؟ بقنة. يلا قول لهم باي. لا لا خلاص بقى، عشان ما الناس ما تزهقش مننا، عشان نطلعوا تاني، عشان هم هيقولوا لي لو عايزين خديجة في الفيديوهات هيقولوا لي طلع خديجة. لو عايزين خديجة قولوا لي في الكومنتات، واللي مش عايز خديجة يقول لي. يلا قول لهم باي. كل سنة وانتم طيبين. باي باي باي.